مع حضراتكم بخصوص الاستعدادات بالظبط. مستر فيلر بيجتمع مع اللاعبين ومحاضرات متعدده كمان في اطار اجتماعاته مع اللاعبين خلال الفتره الحاليه بخصوص مباراه المصري تحديدا. وبالمناسبه مستر ريني فايلر من المدربين اللي بياخدوا كل مباراه بتركيز وما بيفرقش ما بين مباراه واخرى. ركز معايا في الكلام ده ليه؟ يعني ممكن البعض يقول لك ايه اصل مستر فايلر ممكن يريح عناصر في ماتش المصري عشان ماتش الزمالك اللي بعده في السوبر. دي حاجات ممكن تكون في حسابات الجهاز الفني، لكن اللي نعرفه عن الراجل ده ان هو ما عندوش فرق ما بين مباراه المصري في الدوري ومباراه الزمالك في السوبر ومباراه الزمالك في الدوري، ما عندوش فرق في الكلام ده خالص، كله زي بعض بالنسبه له. الاستعدادات كلها واحده، التركيز على كل اللاعبين دون التفرقه عن مباراه ومباراه اخرى يعني. فالاجتماعات او المحاضرات تحديدا متواصله مع مستر رينيه فايلر واللاعبين خلال المرحلة الحالية، والنهاردة كان في محاضرة من ضمن المحاضرات في إطار الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي بإذن الله بعد بكرة، مباراة صعبة بكل تأكيد. كمان كان في تدريبات خفيفة بالكرة في مران الأهلي النهاردة في إطار الاستشفاء أو عملية الاستشفاء. ده بسبب إيه؟ بسبب عدد المباريات والكم الهائل من المباريات على مدار الفترة اللي فاتت ومن الفترة القادمة كمان. ففي برامج تدريبية لبعض اللاعبين اللي شاركوا لفترات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، بالتحديد فيما يتعلق كمان ب محمود عبد المنعم كهربا واليو باجي. الاثنين ليهم تدريبات بدنيه خاصه لتجهيزهم بشكل اكبر للمرحله المقبله، ده وضح خلال تدريبات الفريق النهارده الصبح. بالمناسبه التدريبات كانت في تمام الساعه 11 صباحا، وتدريبات اكيد من ضمن التدريبات المهمه طبعا. مستر برينكل توماس بينكل مخطط الاحمال انفرد باليو باجي وكهربا على هامش المران وعمل بعض التدريبات البدنيه القويه والمتنوعه بطول الملعب للثنائي. اليو باجي كمان بيؤدي تدريبات قويه في مران الاهلي بخلاف التدريبات البدنيه اللي اشرنا ليها، واللاعب بيجهز بشكل كبير جدا، عنده بعض التدريبات بالجري حوالين الملعب، يعني من برامج بدنيه خاصه ببعض اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش جاهزين بدنيا بنسبه 100%. وبالتحديد اليو باجي لانه سافر السنغال، فما بيقع منك يومين مثلا من التدريب الجماعي او ثلاثه كمان، فاكيد بتتاثر بدنيا شويه بخلاف اللاعبين المنتظمين في التدريبات يعني. فانت بتحاول تعوض الجوانب البدنيه من خلال البرامج الخاصه اللي بتتعمل لاليو باجي. محمد مجدي قفشه كمان ليه تدريبات بدنيه خاصه النهارده على هامش المران الصباحي من خلال تدريبات خفيفه بالجري حول الملعب، وبرنامج استشفائي خاص لقفشه برضو لانه ايضا من ضمن اللاعبين اللي لعبوا كم كبير جدا من المباريات، يمكن غاب مباراه واحده بس على ما اتذكر، مباراة النجم الساحلي هنا في القاهرة في دور المجموعات يعني. فده أمر مهم. الناس بتسأل عن رمضان صبحي، والسؤال هيفضل متواصل عن رمضان. في الحقيقة رمضان خلاص يعني قرب جدا من شارك في التدريبات الجماعية، ممكن خلال يومين بالكتير بإذن الله شارك في التدريبات الجماعية. ما أعتقدش برضو أنه هيلحق مباراة المصري، ده أمر واضح يعني، لكن هو ماشي في البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية بشكل جيد، والامور ماشيه في الاطار الايجابي يعني. بالمناسبه عشان نطمن كل الناس بخصوص رمضان صبحي، النهارده كمان كان في بعض الجلسات من المدير الفني مع بعض اللاعبين، جلسه مع محمود عبد المنعم كهربا كانت على هامش المران النهارده، والجلسه دي يعني تطرقت لمناقشه بعض الامور التكتيكيه والفنيه الخاصه باللاعب، وكانت جلسه مطوله في الحقيقه. ومستر فايلر كمان من ضمن الناس اللي يعني دايما بيحبوا يتواصلوا مع اللاعبين وبيتكلم مع كل لعيب على انفراد لتوضيح بعض الجوانب الفنيه والتكتيكيه اللي هو عايز يوصلها لهؤلاء اللاعبين يعني، وده امر مهم جدا. كمان مستر فايلر كان عنده جلسه مع شريف اكرامي، وانا هتكلم في الكام خبر الجايين دول بخصوص بعض حراس النادي الاهلي. شريف اكرامي دايما بيبقى في جلسات ما بينه وما بين مستر رينيه فايلر والحديث عن المرحله المقبله بشكل عام، وخصوصا ان شريف اكرامي احد كباتن فريق النادي الاهلي واحد اللاعبين المؤثرين جدا في صفوف الفريق، حتى لو مش بيشارك لكن هو شخصيه قياديه مميزه جدا في الحقيقه شريف اكرامي. فالكلام دايما متواصل ما بينه وما بين مستر ريني فايلر. بالنسبه للشناوي، الشناوي امبارح كان عنده تدريبات استشفائيه على هامش المران بعد مباراه طلائع الجيش، والنهارده شارك في التدريبات الجماعيه كلها خاصة بحراس المرمى بشكل طبيعي جدا، وبيتالق في التدريبات كمان ما شاء الله عليه، هو بيتالق في كل المباريات بالنسبه لمحمد الشناوي، وفي حاله من السعاده والثقه بقت موجوده بشكل كبير جدا جدا
ما بين جمهور النادي الاهلي ومحمد الشناوي، بتحديد اخر سنتين، السنه دي والسنه اللي فاتت. يعني لعيب وحارس مميز قوي قوي، واضافه بكل تاكيد للنادي الاهلي محمد الشناوي. الاهم برضو دايما دايما الاستمراريه بالنسبه لاي لعيب في مستواه الجيد ان شاء الله باذن الله تعالى. علي لطفي بيكتفي بجلسه في الجيم. حكايه علي لطفي ايه؟ علي لطفي كان عنده قبل مباراه الجيش كده زي اجهاد في عضله السمانه، فبالتالي غاب عن المباراه، ما كانش موجود في القائمه يعني، وبيكتفي خلال تدريبات اليوم بأداء جلسة تأهيلية في الجيم على هامش المران. طيب بأخبار بعض المصابين كمان، سعد سمير سافر النهاردة خلاص لألمانيا عشان يعرض حالته على ماركوس فولتر، ده الطبيب اللي أجرى جراحة وتر أكيلس لسعد سمير، وعشان يتم تحديد كمان برنامج العلاج الخاص باللاعب خلال الفترة اللي جاية، وتحديد مدة بقاء سعد سمير كمان في ألمانيا خلال الفترة الحالية، وموعد عودته للقاهرة عشان يستكمل برامجه العلاجية. نتمنى له العودة سريعا بإذن الله. سعد سمير أحد اللاعبين المميزين في الحقيقة في خط الدفاع. طيب كمان فيما يتعلق بحمدي فتحي، وإحنا من يومين ثلاثة كده جبنا حمدي فتحي مداخلة واتكلمنا معاه باستفاضة في بعض الأمور الهامة، وطمنا عليه بشكل كبير جدا. الأمور بالنسبة لحمدي فتحي ماشية في الإطار الإيجابي، ويعني هو كان سافر الفترة اللي فاتت في يعني من خلال يومين كده تم عرض حالته أيضا على الطبيب الألماني هيرمان ماير، واللي أجرى ليه جراحة غضروف الركبة. عنده طبعا تدريبات علاجية وعلاج طبيعي خلال الفترة الحالية في استاد مختار التتش، وأمر أيضا مهم جدا فيما يتعلق بحمدي فتحي من العناصر اللي بيفتقدها النادي الأهلي بكل تأكيد. طيب محمد محمود وحمدي فتحي بالمناسبه هيرجعوا المانيا خلال اسبوعين لاستكمال برنامجهم العلاجي والبدء في المراحل الاخرى في اطار مراحل عوده اللاعبين للتدريبات الجماعيه مع الفريق. لسه قدامهم شويه، بس دايما دايما بيبقى مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نتابع حالات لاعبي النادي الاهلي المصابين يعني في الحقيقه. وبرده بالمناسبه الشيء بالشيء يذكر يا جماعه، الناس بتتكلم على اصابات النادي الاهلي، ما شاء الله لو ما نيجي نبص للقائمه دلوقتي هتلاقي اصابه عضليه واحده بخلاف علي لطفي مثلا ايه رمضان صبحي. فالسنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت لو افتكر كده مع بعض كان في عدد كبير قوي تقريبا كده تقريبا يعني كل فرقه كان عندهم اصابات عضليه، لكن بخلاف الاصابات العضليه عندك الاصابات اللي هي بتبقى طويله اللي بتاخد وقت دي، اللي هي مثلا الصليبي والغضروف سواء بقى او واتر اكيلس، سواء بتتعلق بسعد سمير حمدي فتحي محمد محمود، يعني دي الاصابات الطويله دي مالهاش علاقه بالجوانب العضليه. فده امر مميز جدا وبيدل على اهميه الجهاز الاستشفاء اللي استخدمه مسؤول النادي الاهلي ومدى تاثيره الايجابي بالنسبه للاعبين، خصوصا في ظل كمان المباريات المتتاليه. لو نفتكر ايضا السنه اللي فاتت كان في فتره كده في مباريات ورا بعض فالاصابات كانت كتير، لكن الاهلي بيتدارك مشاكله بشكل مميز، وبرده ده دليل مهم قوي يا جماعه ان الاصابات العضليه قليله. طبعا نتمنى الاصابات ما تبقاش موجوده خالص يعني، برده عشان ابقى متفق مع حضراتكم عشان ما حدش يقول لي يا عم انت بتتكلم كده وبتقول كلمتين عشان لا، نتمنى الاصابات كلها ما تبقاش موجوده، لكن الاصابات جزء من كره القدم بالمناسبه يعني. لكن السنه دي في الحقيقه الاصابات اقل شويه، نتمنى ان هي تختفي تماما، واكيد في شغل في هذا الجانب يعني. طيب بكره الفريق هيبقى عنده تدريب الساعة 4 العصر، هيخلص التدريب إن شاء الله يتم الإعلان على القائمة ويتحرك بإذن الله لمدينة الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق هناك قبل مباراة استاد الماكس مع المصري بإذن الله بعد بكرة. مستر فايلر كمان كان ليه تصريحات مهمة جدا، واللي بيتكلم فيها على إننا أو على إن النادي الأهلي بيركز في مباراة المصري لاستكمال انطلاقة الأهلي القوية بالدوري، وقال إن المباراة مهمة جدا جدا وصعبة، وإحنا مهم كمان بالنسبة لنا، ده تصريحات مستر فايلر يعني، إن إحنا نحقق الفوز ونواصل الانتصارات المتتالية بالنسبة للفريق. قال كمان إن المرحلة كلها صعبة لكن إحنا مركزين بس في مباراة المصري، مش مركزين بأي شيء آخر بخلاف مباراة المصري. قال كمان إن إحنا درسنا المصري بشكل جيد جدا، ودي سمة أساسية من سمات الجهاز الفني الحالي بالمناسبة، اللي بيذاكر كويس قوي، وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده كتير قبل كده، بيذاكر كويس جدا جدا الفرقة اللي هيقابلها، وده بيبان على مدار أحداث كل مباراة بالمناسبة يعني، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأفريقي. يعني دي كانت تصريحات مستر ريني فايلر اللي ماشي بشكل ممتاز مع الفريق حتى الآن، نتمنى لهم يا رب الاستمرارية وكل التوفيق خلال المرحلة الحاسمة المقبلة. المرحلة دي اللي جاية دي أهم من أي شيء فات، أهم من أي مباريات فاتت، اللي جاي مصيري، اللي جاي هيكسبك بطولات، عندك بطولة السوبر إن شاء الله تفرح بيها، عندك بطولة الدوري بتحاول تحسمها بشكل مبكر من خلال مواجهات المصري والزمالك يوم 24، عندك بطولة دوري أبطال أفريقيا ودور الثمانية اللي يأهلك بإذن الله لنصف النهائي. وبالمناسبة يا جماعة يعني بإذن الله لما نكون موفقين في مباراة سان داونز
هنبقى قطعنا شوط كبير جدا لتحقيق اللقب يعني، لان صن داونز من اصعب الثمان فرق الموجودين، دي حقيقه وده امر واقع كلنا مقرين بيه يعني. الكابتن او المهندس خالد الدرندلي رئيس هيكون رئيسا لبعثه الاهلي في الامارات، وده قرار من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، واللي كلف خالد الدرندلي امين الصندوق لرئاسه بعثه النادي الاهلي في الامارات لخوض مباراه السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 20 فبراير الجاري في ابو ظبي ان شاء الله. نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي.